شكرا 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 شكرا. مرحبا 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 بكم يا أطفال عمو يزيد وفرحان ديركم هنا كامل. إذا إلا حبيتوا نتصلوا بكم كما اتصلنا بهذا الأطفال باش يجوا يحضروا معنا في الحصة، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالطريقة التالية. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال أصدقائنا اللي راح يسجلوا لازم يصبروا شوية كما صبرتوا أنتم وراح نكلموهم باش يجوا يحضروا معنا يا أخي. إذن مرحبا بكم. في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية مهمة. يوم 24 جانفي هو اليوم العالمي للرياضة النسوية. البنات ديروا الرياضة، لازم ديروا الرياضة في المدرسة وديروا الرياضة مع الأهل وديروا، لأنه الرياضة تعطي الرشاقة يا أخي أطفال. ما كانش هذيك تروح تقولوا لا لاني عيانة، ولا تروح ديري ديسبونس ولا إعفاء من الرياضة. لازم ديروا الرياضة يا بنات، لأنه الأطفال على بالي الأولاد يحبوا يديروا الرياضة. البنات كاين بالمرات يتماطلوا وتقولوا لا ما نديرش أنا كبيرة. لا لا، الرياضة مهمة مهمة جدا لأنها تعطي الرشاقة يا أخي وتعيشوا مليح. لغز اليوم يقول، تحبوا الألغاز؟ من يوجد داخل الغرفة وخارجها في نفس الوقت؟ شيء يوجد داخل الغرفة وخارجها في نفس الوقت، ما هو يا ترى؟ شاطرين 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 على بالي. إذن فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا اللي راهم يشاهدوا فينا، بإمكانهم الإجابة عن اللغز عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. أنت كذلك، جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن لازم تصبروا لغاية نهاية الحصة انتم أصدقائنا اللي راهم يشوفوا فينا في الإجابة عن اللغز. واش رأيكم دركا نروحوا نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري شيبي الأخضر مع نور الهدى. تفضلي نور الهدى، مرحبا بك. تصفيقة تصفيقة على نور الهدى. تصفيقة تصفيقة على نور الهدى. تفضلي نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. يمجد نحكي لكم عن حياة الشهيد شيبي الأخضر. شيبي الأخضر المولود سنة 1926 بضواحي صغايا بمدينة ميلا، تلقى تعليمه الأول في كتاب القرية، ثم التحق بالمدرسة الباديسية بمدينة قسنطينة حيث تعلم على يد العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس. وعند إتمامه الدراسة هناك وبعد عام من عودته إلى القرية عاد ليغادرها مرة أخرى، لكن هذه المرة إلى المعهد الفرنسي للتعمير والهندسة ليلتقي تعليمه هناك ويتخرج سنة 1947. في فترة دراسته بالمعهد الفرنسي أصبح متمرسا بالميدان السياسي وناشطا سياسيا بارزا، مما جعل سلطات الاحتلال تقدم على اعتقاله لعدة أيام سنة 1948 ليطلق سراحه بعد أيام من اعتقاله ليهاجر إلى فرنسا. وبعد سنوات من الهجرة عاد إلى أرض الوطن سنة 1950. التحق بالجبلي قبل قيام الثورة المضفرة وشارك في عملية الهجوم بمنطقة سكيكدا على الجيش الاستعماري يوم 3 نوفمبر 1954، وليعين بعد ذلك قائد لمنطقة صغايا وضواحيها سنة 1955 بعد هجومات شمال قسنطيني. استشهد في ساحة الشرف يوم 18 يناير 1961 بعد قصف مكان تواجده بمنطقة ولاد صالح بجانب واد المالح بطائرة طوافة من نوع المشار، رحمه الله. شكرا 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 نور الهدى شكرا. إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الجزائر الحرة مستقلة بفضل التضحيات اللي ضحوا بها الشهداء اللي ضحوا بالنفس والنفيس. إذن رحم الله شهدائنا الأبرار. يا أطفال عمو يزيد جاب لكم أغنية تقول فيها الكسلان الكسلان رزقه محدود،
يطلب رزقه في الأوان هو نايم ممدود. أنتم مش كسلانين يا أخي؟ لا لا, لا. يلا إذن الكسلان. الكسلان الكسلان رزقه محدود, يطلب رزقه في الأوان هو نايم وممدود. الكسلان الكسلان رزقه محدود, يطلب رزقه في الأوان هو نايم وممدود. كانت أم توقد ابنها مرة من نومي, طلت شمس الصبح طلت محلاه يومي. كانت أم توقد ابنها مرة من نومي, طلت شمس الصبح طلت محلاه يومي. الكسلان الكسلان رزقه محدود, يطلب رزقه في الأوان هو نايم ممدود. قال لها لم أشبع نوما كفي يا أمي, لا تذهبي نومي يا أمي فيغدو حلمي. قال لها لم أشبع نوما كفي يا أمي, لا تذهبي نومي يا أمي فيغدو حلمي. الكسلان الكسلان رزقه محدود, يطلب رزقه في الأوان هو نايم ممدود. قالت كل الناس قامت تطلبه رزقا, إلا أنت لم تستيقظ كسلانا تبقى. قالت كل الناس قامت تطلبه رزقا, إلا أنت لم تستيقظ كسلانا تبقى. الكسلان الكسلان رزقه محدود, يطلب رزقه في الأوان هو نايم ممدود. قال لها محلاه نومي ليلا ونهار, قالت لا يا ابني لا, لا رزقك في الإبكار. قال لها محلاه نومي ليلا ونهار, قالت لا يا ابني لا, لا رزقك في الإبكار. الكسلان الكسلان رزقه محدود, يطلب رزقه في الأوان هو نايم ممدود. برافو برافو برافو. إذن يطلب رزقه في الأوان هو نايم وممدود. نروح لألعاب الخفة. نعم. يلا مع عمو نسيم اللي جانا من مدينة شرشال في ألعاب الخفة. تصفيق على عمو نسيم. تصفيق 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 على عمو نسيم.
برافو 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 عمو نسيم. عجبكم عمو نسيم؟ برافو 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 برافو. إذن يا أطفال، عمو يزيد اليوم راح يحكي لكم حكاية مصطفى الكسلان. يلا معي. إذن يا أطفال، كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية مصطفى الكسلان. واحد النهار في واحد القرية، هذيك القرية كانوا الناس تاعها كلهم متفاهمين، يأكلوا مع بعض. يعني الطناش كانت عندهم واحد العجوز طيب لهم الأكل، يأكلوا كامل مع بعض، وعندهم الفلاحة كي يزرعون بعد يحصدوا كامل، بعد في آخر السنة يتقاسموا كاع المحصول. يعني كانوا متفاهمين، ولكن كان في وسطهم واحد الطفل هكذا اسمه مصطفى كسلان. كيروحوا هما يخدموا، لأنهم متفاهمين مادام يتقاسموا المحصول يتقاسموا العمل كذلك، لازم يخدموا كامل. مصطفى هذا كسلان، كي يبداو يخدموا هما، هو يروح تحت واحد الشجرة هكذا ويدير القيلولة، يروح يرقد يرقد، يعيطوا له يا مصطفى روح تعاوننا يا مصطفى، له بال ما يجيش. بعد غير يسمع بالأكل جا تاع العجوز يجي يجري باش ياكل، ياكل معاهم. ومن بعد أهل القرية هذيك خلاص سئموا منه، قال لك حنا هذا كيفاش ما يخدم، ولو يجي ياكل معنا وكامل. هذيك العجوز قالت لهم لازم تلقنوه درس ما ينساهش. قالوا لها بصح كيفاش نديروا؟ قالت لهم كي يجي الفطور ما تنوضوش، خلوه تحت الشجرة هذيك، ومن بعد كي يجي ياكل قولوا خلصت الماكلة وتشوفوا. جا كيما كان الحال، النهار الأول جابوا الفطور وكامل، راحوا ابتعدوا هكذا شويه باش ما يديروش الحس باش ما ينوضوش، وفطروا كامل. ومن بعد هو على الربعة تاع العشية ناض هكذا يتكسل، قالوا وراه الفطور ورا حقي ورا حقي، قالوا احنا كلينا وخلاص خلاص كلش. حس بالجوع يقرصوه هكذا، خلوه هكذا كبات هكذاك بالجوع. حاولت غدوة من ذاك تاني راح يتكسل، قالوا روح تعاوننا، قال لهم لا لا ما خدمش. كيما كان الحال جابوا الفطور تاني، راحوا تخباو من هيك وكلاو بعقلهم ما داروش الحس كامل. ومن بعد فطر على الخمسة تاع العشية هو يتكسر وراه الفطور وراه، قالوا له خلاص ما كان والو. بعد قتلوا الجوع هذاك النهار، يومين ما كلاش. غدوة من ذاك كي بداو يخدموا يجري عندهم، قال لهم خلاص خلاص والله غير استوعبت الدرس، اني حاب نعمل معكم، اني فهمت خلاص سمحوا لي هذه المره ما نزيدش نعاود، دائما دائما راح نساعدكم، واني فهمت باللي كي تكونوا هكذا عمل جماعي وكامل لازم نعملوا كامل، لانه النتيجه راح نتحصلوا عليها كامل في الاخير. عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه تاع اليوم انه الكسل لا يطعم العسل. برافو برافو، تصفيق على بوبي، تصفيق 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 تصفيق. إذن برافو بوبي، قالكم الكسل لا يطعم العسل، الكسلان ما عندوش مستقبل، لازم الجد والعمل، خاصة لما تكونوا في فريق جماعة وكامل تعملوا، ما لازمش أنت تكون كسلان في وسطهم، لازم تعمل كما أصدقائك باش يحترموك، لأن العمل يجيب الاحترام، العمل والجد يجيب الاحترام. يا أخي يلا شكرا شكرا. عجبتكم الحكاية؟ إذن الكسلان ما عندوش مستقبل يا أطفال، الجد هو المستقبل. إذن الحقنا دركا لواحد الركن نحبو بزاف، هو ركن البريد، بريد عمو يزيد. وين الأطفال يرسلونا عبر موقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار ملاحظات وأراء، يبعثونا رسائلهم عمو يزيد يقراهم. بوبي شوفي لك كاين رسائل من أصدقائنا الأطفال، كاين أنا نحب الرسائل تاعكم يا أطفال، نحب نقراهم نحب نقراهم. شكرا بوبي، شكرا شكرا شكرا. إذن الرسالة الأولى، نصر الله شمس الدين 10 سنوات من عين بنيان، قال لك أنا أحب عمو يزيد وأحب البغبغاء. أنت تاني، الله يبارك، من عين بنيان. إذن تحياتنا لكل ناس عين بنيان. الرسالة الموالية، شلغام وسيم 8 سنوات من الجزائر، قال لك الحصة تعجبني وأريد المشاركة. وسيم مرحبا بك في أي وقت، ما عليك إلا تشارك عبر موقع الانترنت وحتما سوف نتصل بك. إذن ياسر رضوان عنصر 6 سنوات من خنشلة،
الله يبارك، نحييكم كامل سكان خرشلة والشاوية. أنا أحب عم يزيد وكل الأطفال، احنا تاني نحبوك يا رضوان يا عنصر من مدينة خرشلة، وتحيتنا لكل سكان مدينة خرشلة. مخلوفي محمد نادير 12 سنة من مدينة البيض، أنا أحبكم. الله يخليك البيض من الهضاب العليا، نحييوك نحييوك وكل سكان ولاية البيض. شكرا. الرسالة الموالية تقول: مقران سهيلة 12 سنة من مدينة السنية ولاية وهران الباهية، قالت لك أعجبتني الحصة كثيرا. شكرا شكرا يا مقران سهيلة 12 سنة من سنية وهران، وسلامنا لكل سكان الباهية وهران. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل لأنه يحبهم ويعتني بهم. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ نكتة جميلة، تعالي بنتي. تعالي أروحي بنتي. واسمك بنتي؟ واسمني ياسمين. وين تسكني ياسمين؟ نسكن في بليدة. الله يبارك، مدينة الورود. ما جبتيش وردة لعمو يزيد؟ معليش بنتي، شحال في عمرك؟ عمري 7 سنين. الله يبارك، عطينا النكتة تاعك بنتي. واحد النهار كان واحد الطفل، قالت لهم أنيستهم رسموا لي عصفور، هو برك ما عرفش يرسم، هرس فقط كامل رفع اللوحة، هو رفع اللوحة، قالت له أنيسته راهو العصفور اللي رسمته، قالها بلي خلعته هل صفقتي هو طار. اوه برافو 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 بنتي برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ أنا. تعال جيب الرسم تاعك، أنا نشوف فيك راك ترسم. تعال وليدي أروحي بنتي، شكون اللي عنده رسم يجي وريه لي؟ تعالوا ورينا الرسومات. اقعد وليدي ورينا الرسم تاعك، اقعد وليدي. اوه وريه لك، أروحي منا بنتي، أروحي منا. وروا الرسومات تاعكم في الكاميرا، دوريه وروا الرسومات تاعكم. اوه رسمتي دار عمو يزيد، وريها الكاميرا بنتي، وريها. انا ثانيه. برافو ورده سهول، برافو 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 برافو. اقعدي قدامي بنتي هنا، اقعدي في الارض قدامي هنا فوق صديقنا الحيوان. واسمك وليدي؟ صالح الدين. لمن درت هذا الرسم؟ عمو يزيد. برافو وليدي برافو، اذا راح نحتفظ به كذكرى. شكرا. وين تسكن وليدي؟ عين بنيان. عين بنيان، شحال في عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين، احكي لنا النكته تاعك. عندك نكته؟ نكته بلاك جميله وما يوحش. واحد المره كان احي باباها، كان ما باباها راحت ما باباها ضربوا الوحش ومات. بدا اللي تعيش معاه، بدا هو امير دارت له الساحره ولا وحش. بدا نسيتها. لا بدا مات، بدا دفعته كجا قوجه ولا امير وتزوجوا. برافو وليدي برافو. شكون عنده نكته جميله؟ نكته جميله. تعال وش حبي توري لي؟ الرسم. برافو، اروح وريه لنا. واسمك وليدي؟ رؤوف. انت رسمت هذا لمن؟ عمو يزيد. عمو يزيد، بوس عمو يزيد. برافو. ايه قاعدي معها. برافو وليدي برافو. اذا الحقنا الركن الجواب عن اللغز: شيء يوجد داخل الغرفة وخارجها في نفس الوقت. تعالى. واسمك؟ ضوء الشمس. واسمك وليدي؟ عبد الجليل. عبد الجليل. ضوء الشمس؟ لا مش ضوء الشمس. تعالي. واسمك؟ الهواء. واسمك؟ هيبة. وش هو الجواب؟ الهواء. لا ولكن تفكير سليم. شيء يوجد داخل الغرفة وخارجها، تشوفوا من الداخل ومن الخارج، نسهل عليكم. تعالي بنتي. واسمك؟ ياسمين. وش هو الجواب؟ باستا الباب. لا
ما كيش بعيدة ماشي الباس تاع الباب، ما كيش بعيدة. شو اللي عنده الجواب؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي. واسمك شاطرة؟ إسراء. إسراء، وش هو الجواب؟ الباب. الباب، ماشي الباس تاع الباب، الباب. تعالي بنتي روحي نعطيك الهدية تاعك. فوالا، إذن حنا الشاطرين نعطوهم دائما هدية. عمو يزيد يعطيك هذا الكوب تشربي فيه الحليب ولا الماء، إن شاء الله تستفادي به. وعمو يزيد يعطيك ثلاث سيديهات حق الطفولة معلمي ومبروك النجاح عليكم، 22 أغنية في كل سيدي. تفضلي بنتي. العفو العفو العفو. عندنا عيد ميلاد خديجة 9 سنوات، تعالي بنتي أرواحي 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 بنتي. إذن إحنا نغنوا لخديجة عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع خديجة. يلا التحقوا بيا، تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. درناش العدد التنازل ياكي مزروبه خديجه بنتي. اذا خديجه حسبوا معايا كامل، 9 8 10 5 4 3 2 1. يلا برافو 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 برافو. اعطيني الشهاده تاعها. اذا خديجه عمو يزيد يعطيك شهاده انجاح تصوير حصه عمو يزيد في هذا الظرف الجميل. وانتم كذلك يا اطفال كي تخرجوا كل واحد تكون عنده شهاده كيما هذه يحتفظ بها كذكرى. وانت يا بنتي مادام جمعتي 5 قسيمات من علب حليب رامي ورسلتينا على صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمه، راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجه ان شاء الله تستفادي بها بنتي. مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا.
في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع